قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب قال أن الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. هذا الكلام من ابن القيم يعتمد على أثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائلين، والحديث فيه ما قال. ومعنى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم أن الإنسان حينما ينشغل بذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده والعلم ونشره والتعرف على الله وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى نفع الناس والذكر بمعناه العام، فإن الله يعطيه أفضل مما يعطي السائلين، فينفع قليل الدعاء مع كثير الذكر. إذا كان الإنسان كثير الذكر فإن قليلا من الدعاء يكفيه، لأن الله يرعاه، وذلك لأن الله يغار على قلب هذا الذاكر فيعطيه أفضل مما يعطي من تفرغ لسؤاله.